السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 1، الصف الأول الابتدائي، ترم 1 الترم الأول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا اخر مرة الشرح حتى نهاية بيج 107 او صفحة 107، والنهاردة هنبدأ مع بيج 108 صفحة 108، وعنوانها Does it cause pollution؟ Does it cause، هل هي تسبب pollution او تلوث. مرة كمان Does it cause pollution؟ هل هي تسبب اي تلوث؟ طبعا هنا لسه بيكلمنا عن الترانسبورتيشنز او وسائل المواصلات المختلفة، وهنا بنتكلم عن الجزء الخاص بالبولوشن او التلوث. في وسائل مواصلات بتسبب بولوشن او بتسبب تلوث، وفي وسائل مواصلات تانية او ترانسبورتيشنز تانية ما بتسببش اي بولوشن او اي تلوث. فهنا بيقول لنا decide قرر with your partner مع شريكك في الفصل طبعا، if each form لو كل شكل من اشكال transportation المواصلات causes بيسبب pollution تلوث or not او لا. فالمفروض ان احنا دلوقتي هنتقسم في الكلاس روم لجروبس او مجموعات، كل واحد هيكون لي partner او شريك. هنقعد نقرر انا وهو if each form لو كل شكل من اشكال transportations المواصلات causes بيسبب pollution or not، تلوث او ما بيسببش اي تلوث. write each word، اكتب كل كلمة from من the box الصندوق into the correct column في العمود الصحيح in the table في الجدول. فطبعا هنا هو مدينا مجموعة كلمات او some words، طبعا هي اسماء الترانسبورتيشن او وسائل المواصلات المختلفة. هنختار كل وسيلة من وسائل المواصلات دي وهنكتبها في الكولم او العمود الصحيح بتاعها. فهو عندنا هنا في table او جدول اول خانة في مكتوب فيها pollution او تلوث، والخانة التانية مكتوب فيها no pollution او لا تلوث. فالمفروض ان احنا هنحط كل وسيلة من وسائل المواصلات المختلفة في العمود او في الكولم الصحيح بتاعها. فهنا اول حاجة الترين او القطار، هل يا ترى الترين او القطار because او بيسبب pollution or not؟ هل يا ترى يا أصحابي الترين أو القطار بيعمل causing أو بيسبب pollution or not؟ شاطرين، طبعا الترين أو القطار بيسبب pollution، فهنكتب هنا train في الكولم الأولاني زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تاني حاجة الكار أو السيارة، the car cause pollution or not؟ السيارة بتسبب تلوث ولا لا؟ شاطرين، طبعا الكار بتسبب pollution او بتعمل تلوث، فهنكتبها في الكولوم بتاع pollution. طب البوت او القارب بيعمل causing او بيسبب pollution or not؟ شاطرين، طبعا احيانا البوت بيعمل causing او بيسبب pollution، وساعات بيقع منه حاجات بتعمل pollution في الwater او في المية، فهنكتبه في الكولم بتاع pollution. طب الwalk او المشي، ان احنا نمشي على رجلينا، ده بيعمل اي pollution or not؟ طبعا walk doesn't cause any pollution، او الwalk ما بيعملش، المشي ما بيعملش اي تلوث، فهنكتبه في الكولم بتاع no pollution. طب الايربلين او الطائرة بتسبب pollution or not؟ شاطرين، طبعا الايربلين او الطائرة
بتعمل causing pollution او بتسبب تلوث، فهنكتبها في الكولن بتاع pollution. طب البايسكل، البايسكل او الدراجة بت cause pollution or not، بتعمل تلوث ولا لا؟ شاطرين طبعا، البايسكل doesn't cause any pollution او ما بتسببش اي تلوث، فهنكتبها في الكولن بتاع no pollution. طب الباص، الباص او الاوتوبيس بيسبب pollution or not؟ شاطرين طبعا، الباص بيعمل causing pollution او بيسبب تلوث، فهنكتبه في الكولن بتاع pollution زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده قدرنا نحدد انا والبارتنر بتاعي او انا وشريكي في الفصل الـ transportations او المواصلات اللي بتكوز او بتسبب pollution او تلوث، والـ transportation او وسائل المواصلات اللي doesn't cause any pollution او اللي ما بتسببش اي تلوث. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 109 او صفحة 109، وعنوانها riddles. riddles يعني الالغاز او المعضلات. يعني ايه معضلة يا اصحابي؟ يعني مشكلة كبيرة شوية عويصة مش عارفين نحلها، ولغز برضو حاجة زي فزورة كده بنحاول نفكر علشان نوصل لحل ليها. ده in English اسمه riddle. riddle يعني لغز، والجمع بتاعها riddles. riddles يعني الغاز. فانا بيقول read the clues below. clues يعني الادلة او الالغاز، below الموجودة بالاسفل، الادلة او الالغاز الموجودة بالاسفل. write اكتب the good behavior. the good behavior good يعني جيد، behavior يعني سلوك. that solves. that solves اللي بيحل each riddle. each riddle كل معضلة، كل مشكلة من المشاكل دي. مرة كمان، read the clues below. write the good behavior that solves each riddle. فأول riddle أو أول مشكلة عويصة عندنا بيقولك هنا riding on a train، ركوب القطار، can be really neat. neat يعني أنيق. neat neat يعني أنيق، يعني كويس وآمن وجيد. to keep people safe. to keep people safe علشان نخلي الناس في أمان. I need to stay in my. in my أي أصحابي؟ I need to stay، أنا أحتاج إلى أن أظل، أفضل. stay in my. in my A. شاطرين، ممكن أقول in my seat. seat في الكرسي بتاعي، أو in my place. أو in my place في مكاني. علشان نخلي الناس في أمان كل واحد لازم يفضل قاعد في مكانه. يبقى مرة تانية، riding on a train can be really neat. to keep people safe I need to stay in my seat. طب تاني riddle أو تاني معضلة، تاني مشكلة عندنا بيقول لنا when I'm walking across a street، لما أنا بمشي علشان أعبر الشارع. to stay safe. to stay safe لأظل آمنا. I should always look both. I should always، يجب علي أن دائما. look both إن أنا أنظر في كلا. كلا إيه؟ شاطرين، كلا الجانبين، يبقى both sides. both sides يعني كلا الجانبين، يعني أنا أنظر على يميني وعلى يساري قبل ما أعمل crossing أو أعدي الستريت أو الشارع. مرة كمان، when I am walking across a street، لما أجي أمشي علشان أعبر الشارع. to stay safe. to stay safe لأظل آمنا. I should always look both sides. I should always look both sides، يجب علي دائما أن أنظر في كلا الجانبين. طب الريدل التالتة أو المشكلة التالتة بيقول لنا هنا boats. boats القوارب. tip over. tip over يعني بتنقلب، بتغرق، والعياذ بالله طبعا. when they are far from land. when they are لما هم بيكونوا far from، بعيدين عن land الأرض. I should always stay seated. I should always stay seated. seated هنا يعني قاعد، قاعد في مكاني.
I should never, never ايه, لا يجب علي ابدا ايه, never move, ان انا ما ينفعش ان اتحرك خالص, لازم افضل قاعد في مكاني علشان افضل في امان. ده ال good behavior او السلوك الجيد اللي هيخليني stay safe او افضل في امان. يبقى مرة كمان, boats القوارب tip over بتنقلب when they are far from land, لما بيكونوا بعيدين عن الأرض. I should always stay seated, يجب علي دائما stay seated أن أظل جالسا. I should never move. طب الريدل اللي بعد كده بيقول لنا when the traffic sign عرفنا قبل كده اللي هي إشارة المرور, دي اسمها traffic sign, turns red بتتحول للون الأحمر. In the circle on top في الدائرة اللي في القمة بتاعتها بتنور أحمر. That is my reminder, ده اللي بيفكرني that I should stop, طبعا لازم ان انا انتظر لما الاشارة تكون منورة احمر. يبقى هكتب هنا stop. مرة كمان, when the traffic sign, لما اشارة المرور turns red in the circle on top, تنور احمر في الدائرة اللي في الاعلى بتاعتها. That is my reminder, ده اللي بيذكرني that I should stop, ان انا يجب علي ان اتوقف. لان اشارة المرور لما بتنور احمر ده بيعني ان العربيات هي اللي لازم تمشي في الطريق دلوقتي, لكن الناس اللي ماشية على رجليها لازم تنتظر لحد الاشارة ما تنور لون اخضر اللي هو لون اللي انت تقدر تعدي فيه الطريق. طب اخر ريدل معانا في البيج دي او اخر مشكلة معانا في البيج دي بيقول لنا هنا when I am riding on a bus, لما انا بركب الاوتوبيس, fast or slow, سريع او بطيء. I should never, لا يجب علي ابدا, throw, ان القي, anything, اي شيء, out, خارج, ذا, خارج ايه بقى يا صحابي, سطرين, out the window, يعني خارج النافذة. مينفعش وانا راكب الباص ارمي حاجة من النافذة بتاعته واوسخ الطريق وممكن كمان اذي حد تاني. يبقى مرة كمان, when I am riding on a bus, fast or slow, fast يعني سريع, slow يعني بطيء, I should never throw anything out the window. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لبيج 110 او صفحة 110 وعنوانها traffic rules يعني قواعد المرور, and signs واشارات المرور كمان, signs يعني اشارات, traffic rules and signs. وهنا بيقول لنا read, اقرأ, the text passage below, اقرأ القطعة المكتوبة بالأسفل. أول حاجة مكتوبة بيقول لنا our roads are very busy, our roads الطرق بتاعتنا are very busy, مزدحمة جدا, busy يعني مشغول أو مزدحم. It's important إنه من المهم to follow traffic rules, أن نتبع traffic rules قواعد المرور. Cars السيارات and buses والأتوبيسات must drive on the right side of the road, يجب أن اللي بيسوقوها يعني تقاد إن هي تتساق on the right side على الجانب الصحيح of the road في الطريق. طبعا الكارز والباسس بيبقى ليهم مكان أو حارة يعني بيمشوا فيها على الطريق, ما ينفعش يخرجوا منها علشان الطريق يبقى آمن بالنسبة لهم. Drivers السائقين must يجب عليهم drive safely أن يقودوا بأمان, ما ينفعش حد فيهم يتهور ويعمل أي حركة هو ماشي على الطريق علشان ما يضرش نفسه وما يضرش حد تاني. Passengers الركاب must wear يجب أن يرتدوا a seat belt
a seat belt، حزام الأمان، حزام الكرسي. طبعا احنا عارفين ان اي باص واي كار بيبقى الكرسي بتاعها ليه حزام كده، المفروض ان احنا واحنا قاعدين نبقى نعمل wearing او نرتدي السيت بيلت، السيت بيلت او الحزام بتاع الامان. درايفرز، السائقين، must، يجب، pay attention ان ينتبهوا، to all traffic signs، to all traffic signs، لكل اشارات المرور. Drivers must pay attention to all the traffic signs. السائقين يجب أن ينتبهوا لكل إشارات المرور. People الناس، walking along the streets، الماشيين في الشوارع، must pay attention، يجب أن ينتبهوا to أيضا. فهنا بيعرفنا الـ traffic rules أو قواعد المرور المختلفة، وكمان مدينا 4 pictures او 4 صور. اول صورة فيها اللافتة دي او الساين دي، اللافتة دي او الساين دي مكتوب عليها stop يعني قف. طبعا دي traffic sign او اشارة او لافتة مرور بتعرفنا ان المكان ده لازم نقف فيه. هنا slow down او خفف السرعة. طبعا هنا لو في مكان مثلا في مدارس او schools او مكان بيبقى فيه اطفال بتعدي الشارع كتير او مكان مزدحم جدا، لازم المرور او الترافيك بيحطوا الساين دي او اللافتة دي علشان الدرايفرز او السائقين يقروها ويعملوا سلو داون او يخففوا السرعة بتاعتهم. طبعا دي don't enter لما يبقى فيه مكان منفعش حد يخش فيه غير اشخاص معينين، فالترافيك بيحطوا الساين دي او اللافتة دي تعرف الدرايفرز او السائقين ان ممنوع حد يدخل هنا غير اشخاص محددين، ودي اسمها don't enter. do not enter او don't enter يعني لا تدخل. وطبعا هنا الترافيك ساين او اشارة المرور، وهنا اللايت بتاعها او النور بتاعها منور ريد او احمر، فطبعا ده معناه stop يعني توقف. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 111 او صفحة 111، وعنوانها Traffic Lights يعني اشارات المرور. زي ما عرفنا ان اشارة المرور او الترافيك ساين فيها lights او فيها اضواء، كل ضوء بيعبر عن حاجة معينة. واحنا ماشيين في الستريت او في الشارع بنشوف الترافيك لايتس او اشارات المرور، لو هي منورة ريد يعني كده ما ينفعش نعدي الطريق ونعمل ستوب، لو هي منورة جرين او اخضر يعني نقدر نمشي او نعمل جو، نقدر نعدي الطريق. طب لو هي منورة يلو يعني انتظر استنى، هتنور جرين كمان شوية تقدر تعدي الطريق. ففي 3 اضواء او 3 لايتس في الترافيك لايتس او في اشارات المرور، الريد واليلو والجرين. فهنا بيكلمنا عن الجزء ده وبيقول لنا color، لون each circle، كل دايرة the correct color باللون الصحيح. write، اكتب what the color means ما يعني هذا اللون بيعني ايه. on the line على الخط الموجود جنب الصورة. طبعا يا اصحابي دي صورة الترافيك لايتس او اشارات المرور زي ما قلنا من شوية، في فيها red و yellow و green. طبعا ال red او اللون الاحمر هنعمل هنا coloring بال red color او باللون الاحمر، وهنكتب جنبه ايه يا اصحابي شاطرين، هنكتب جنبه stop، لان هو الميننج بتاعه او المعنى بتاعه ان احنا لازم نعمل stop يعني نتوقف. طب والسيركل التانية المفروض نلونها ايه يا اصحابي شاطرين؟ yellow، هنلونها يلو. ويلو means او اللون الاصفر بيعني wait يعني انتظر. وتالت سيركل المفروض يكون لونها green او اخضر، وgreen في الترافيك لايتس او في اشارات المرور يعني ايه يا اصحابي شاطرين؟ يعني go يعني اذهب، تقدر تمشي، فهنكتب جنبها go زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده قدرنا نعمل coloring او نلون
الترافيك لايتس بالكوريكت كولرز او بالالوان الصحيحة، وكمان كتبنا المينينج او المعنى بتاع each color او كل لون. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.